عايز استقدمكم ناخد ملهمة أخرى. أستاذة رشا نبيل بتصمم ألعاب للأطفال، طب يعني إيه؟ وإيه الجديد؟ ويا ترى هي ملهمة إزاي؟ خلونا الأول نرحب بيها على التليفون. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. إزيك؟ عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. احكي لي مصممة ألعاب أطفال إزاي؟ إيه الجديد؟ أنا طبعا جات لي الو انا جات لي فكره طبعا تصنيع لعب الاطفال. ايوه كان في مشروع قدامي، يعني ان انا كنت بصنع لحد شغل وبساعده في تصنيع العرايس، فجت الفكره من هنا ان انا اجرب لنفسي واشوف هعرف اصنع الحاجه دي وابيعها ولا لا. فاول حاجه فكرت ازاي ان انا اعرف اسوق الشغل ده قبل ما ابدا في التصنيع طبعا. فنزلت حاره اليهود في النص، بقيت اسال على ديكور لعب الاطفال واعرض عليهم من العينات اللي انا عاملاها. الحمد لله لقيت في اقبال وفي ناس عجبها الشغل كتير وشجعوني ان انا اكمل. فالحمد لله كملت واشتغلت على التصميمات اللي انا عملتها، والحمد لله الحمد لله بقيت اعمل مثلا كميه، مثلا اول حاجه قليله وانزل ابيعها الاقي نفسي اتوفقت فيها، اعمل موديلات ثانيه جديده واعرض بضع تجار تعجبهم، لحد ما وصلت ان انا اعمل بوجي طمطم بتاعت رمضان. وفعلا عملت بوجي طمطم وبرضه نالت اعجاب ناس كثيره. وبعد كده المجلس القومي للمرأة شافني على الفيسبوك وشاف شغلي وتم التواصل معي، وعملت لهم العروسة نورة اللي هي المبادرة بتاعت الرئاسة وتمكين البنات مصر من العروسة نورة، وان ازاي يبقى هي هدف ليهم في ان هم يفكروا ازاي يشتغلوا، ازاي يتعلموا، ازاي يتعدوا اي صعوبات هم شايفينها، ازاي لما يكبروا بعد كده يعرفوا يبقى لهم دخل ثابت لنفسهم. كبنتي بقى انا عملت كل حاجة ممكن تتخيلها، رحت جبت خامات، رحت قصيت، رحت طرزت، رحت سوقت، بعت الحمد لله الشغل بتاعي لحد ما وصلت للمجلس القومي للمرأة. عملت لهم الفلاحة المصرية، عملت لهم العروسة نورة، عملت لهم الإسكندرانية، ونزلوني كمدربة كمان في كرة حياة كريمة. يعني دربت السيدات بتدربي في اسكندرية برج العرب. ونزلت في الفيوم في مركز يوسف الصديق برضه دربت السيدات، وكانت عاجبهم عاجباهم الفكرة جدا. ان ده مشروع بسيط ممكن اي بنت تعمله، بس هو متعب طبعا ولازم اجتهد فيه جامد، فكنت بديله اكتر من هو معايا، عشان كده نجح معايا الحمد لله. وطبعا الاستاذه نوران اللي هي مسؤوله عن تنميه مهارات المراه في المجلس القومي للمراه شجعتني وادتني افكار جديده، وعملنا العينه نوره ديت مره واثنين وثلاثه لحد ما استقرنا على العينه النهائيه، والحمد لله صنعت كميه كبيره للمجلس ونزلنا بها تدريبات في جميع محافظات ايه مصر، وان شاء الله مكملين كمان. طيب يعني هي دي بقت قصتي في التصنيع. والحمد لله ربنا بيوفقني، كله فضل من عند ربنا الحمد لله رب العالمين. ان انا كنت اجي اعمل عينه اصممها في دماغي، ارسمها على ورق، اروح اجيب الخامات، اروح للخياطه تفصل العينه فتطلع من اول مره للمستوى ده. فالحمد لله ربنا وفقني ونجحني فيها. وطلعت شغل ليا كمان، وبطلع شغل في جميع محافظات مصر. بشتم وان شاء الله نفسي بقى كمان اطلع الدول العربيه كلها كمان. الدول العربيه بس واوروبا والدوليه كمان. أيوة. ينفع ان شاء الله. انا كنت لسه هقول لك يعني ما تحلميش تعملي تصميم لعروسه تبقى نموذج كده معروف عالمي، انت عارفه في انواع كده من العرايس مش هقول اسماء بقى تلاقيها موجوده في كل حته في الدنيا وبتتباع باسعار تخوف وحاجات زي كده، ما بتفكريش تعملي حاجه زي كده؟ بس انا عامله فعلا شخصيات جديده وحلوه زي نورة طبعا قليله جدا. اي شوفي مفيش الاسعار الكبيره اللي انت بتشوفها دي خالص. انا كان في بالي انه تحولي نورة دي لعروسة تبقى معروفة في الدنيا كلها، تبقى دي النموذج المصري. ما هي العروسة نورة دي هي من تصميم المجلس القومي للمرأة. هاي. ماشي، ودي حاجة خاصة بيهم هم. ماشي. ما اقدرش ان انا اعملها لحد تاني. طيب. دي كانت مبادرة الرئاسة لتعليم البنات بقى. يستهدفوا منها ايه حياتهم. لكن انا بقى ممكن اعمل حاجه زي كده لنفسي زي العروسه الباليه. أيوة. زي العروسه الاسكندرانيه زي بوجي وطمطم بتاع رمضان. ممكن اعمل شخصيه ثانيه جديده برضو ان شاء الله. في حاجات كتير قوي في دماغي ان شاء الله هعملها، بس الاول شويه شويه ان انا بطور من شغلي
وبطلع فيه حاجه جديده بتعجب الناس الحمد لله. الله ينور عليكي وربنا يوفقك. اشكرك جدا 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 على المخ النور والنباهه والاصرار والجدعنه والشطاره. شكرا ليكي جدا 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 استاذه رشا نبيل، مصممه العاب وعرائس مصريه. انت متصور انه رشا كده لما تقعد على رواقه وتعمل تصميم يتحول بعد كده الى عروسه معروفه في كل حته، كل حته، كل حته، مش بس عندنا، كل حته في مصر، في المنطقه العربيه، في اوروبا، امريكا، استراليا، الهند، يبقى في عندك نموذج كده. يا سلام. وبالمناسبه هم المصريين يقدروا يعملوا كده جدا، واكيد اكيد رشا تقدر تعمل كده. طيب وانا بتكلم على ده خلي بالك ان هذا النوع من الصناعات الابداعيه هو في النهايه خالص لا يبتعد عن اللي اتكلمنا فيه قبل كده لو تفتكر، لما قلت الرئيس دائما ما يوجه بتوطين صناعه. وقلنا كلمه التوطين يا ساده يا كرام، وبالمناسبه كيفما حتى يراها الرئيس، مش ان انا بصنع الورقه دي، ما الورقة دي بتتصنع بمكنة. السؤال بقى هو أنا بعمل المكنة اللي تصنع لي الورقة؟ لو أنا عملت المكنة اللي تصنع لي الورقة يبقى أنا كده عندي توطين صناعة، وده اللي عايزه الرئيس.